إنه مشهد قديم في هذا العالم الحديث. خديجة امرأة أفغانية تعمل طوال الليل لإطعام أطفالها الأربعة، مهمة صعبة في ظل غياب المياه والكهرباء في هذا الكهف الذي يعيشون فيه منذ سنوات، وذلك بعد أن طردوا من المزرعة التي كانوا يقطنونها في أفغانستان. خديجة تحلم بالانتقال إلى منزل حقيقي، لكن زوجها بالكاد يجني ثمن الطعام اليومي. في الشتاء ليس لدينا شيء لنتدفأ، الخشب والفحم مكلفان، الأطفال ينامون طوال الوقت وقد يصابون بالإنفلونزا. عشرات العائلات تعاني وضعاً مشابهاً وتعيش في كهوف منطقة بامينياز بسبب الفقر، لكن الحكومة تقول إنهم لا يستطيعون البقاء لأنهم يقيمون في أشهر معلم تراثي في العالم. فداخل هذا الجبل هناك الكثير من اللوحات التي تعود إلى القرن السادس، تماماً كتماثيل بوذا التي دمرتها طالبان عام 2001. من أجل العمل على منع تدمير هذه المواقع الأثرية القديمة قرب تماثيل بوذا، الحكومة تحاول أن تنقل هؤلاء السكان إلى مكان مناسب. أكثر من 100 عائلة تم نقلها من الكهوف إلى بلدة سانك شاسبان، وأعطي قطعة صغيرة من الأرض مؤلفة من غرفة وحمام ليعيش فيها، ولكن الحياة ما زالت صعبة. النساء يسرن 3 ساعات متواصلة ليحضرن المياه، والكهرباء ما زالت غير متوفرة. البيت صغير، 8 أشخاص ينامون بجانب بعضهم البعض في الغرفة نفسها، الكل بدون عمل أو مال، وأنا أرملة. عند عودتها إلى منزلها تحضر خديجة وجبة طعام من الخبز، وقد زارها مسؤولون رسميون منذ 3 سنوات ووعدوها بمنزل أفضل، ولكن لم يتغير شيء.